بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، إخواتي طلبة الفرقة الرابعة شعبة محاسبة انتظام وانتساب. كل عام وحضراتكم بخير، وبمناسبة شهر رمضان المبارك أعاد الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. إن شاء الله النهاردة محاضرتنا هي المحاضرة 11 لطلبة انتظام قبل الأخيرة، والمحاضرة 5 لانتساب اللي هنكمل فيها الموضوع. إحنا اتفقنا في ضريبة القيمة المضافة إن إحنا هناخد 4 نقاط رئيسية. المحاضرة اللي فاتت غطينا منهم نقطتين، ايه هما ال4 نقاط دول؟ خصائص الضريبة على القيمة المضافة، شروط السريان ضريبة القيمة المضافة، التزامات المكلف والإعفاءات والعقوبات، كيفية حساب ضريبة القيمة المضافة. احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الخاصيتين الأولانيين اللي هما الخصائص وشروط سريان الضريبة. في الخصائص قلنا والله دي ضريبة تفرض عامة على كافة السلع والخدمات بسعر 14%، في بعض السلع ليها استثناء خاص سواء اللي احنا عفيناها من ضريبة القيمة المضافة وهي سلع حطيناها في ملحق للقانون، أو السلع اللي احنا حابين نعملها معاملة خاصة فحطيناها في الجدول وهي تنقسم إلى سلع أخضعناها لضريبة اسمها ضريبة الجدول فقط لا غير، وسلع تانية أخضعناها اعتبرناها سلع استفزازية وأخضعناها لضريبتين اللي هي ضريبة الجدول وضريبة القيمة المضافة. وان ضريبه القيمه المضافه دي ضريبه تفرض على السلعه في كافه مراحل تداولها، يعني كل ما السلعه تتباع من المصنع لتاجر الجمله لتاجر التجزئه للمستهلك كل مره بيحصل فيه ضريبه قيمه مضافه. طب عشان نتلافى الازدواج ايه اللي بيحصل؟ بمنتهى البساطه البائع لما بيبيع بيحصل ضريبه القيمه المضافه ومعاها ثمن السلعه، ياخد ثمن السلعه في جيبه وياخد ضريبه القيمه المضافه المفروض يوردها لمصلحه الايه؟ الضرايب. عشان كده بنسمي البائع هنا المكلف، لان هو بيكون مكلف بتحصيل الضريبه نيابه عن مصلحه الايه؟ الضرايب. طب الراجل المكلف ده هو قبل ما يورد الضريبه يعمل ايه؟ لو كان سبق ودفع ضريبه على نفس السلعه او على الماده الخام بتاعتها لما اشتراها يخصم اللي سبق وسدده من اللي هو حصله والباقي يورده لمين؟ لمصلحه الضرايب. وقلنا ان الضريبه دي زي ما اتفقنا بسعر 14%، ويفترض انها فيها شرط الاقليميه ان عشان تتفرض ضريبه القيمه المضافه عمليه البيع او تاديه الخدمه دي تتم داخل مصر. النهارده عايزين نتكلم على النقطتين التانيين وهما التزامات المكلف والاعفاءات والعقوبات وازاي احسب ضريبه القيمه المضافه. اولا التزامات المكلف، يعني لو انا بايع وببيع وبحصل ضريبه القيمه المضافه، ايه هي الالتزامات اللي فرضها عليا القانون؟ 4 التزامات. اول التزام ان حضرتك لازم لما تبيع تصدر فاتوره ضريبيه. صعبه؟ يبقى ما تبيعش كده من غير فواتير، لا لازم يكون في فاتوره ضريبيه توضح فيها ثمن السلعه وضريبه القيمه الايه؟ 2 ان حضرتك يكون عندك دفاتر محاسبيه منتظمه سواء كانت يدويه او الكترونيه تسجل فيها عملياتك باول باول وتحتفظ بالسجلات دي والدفاتر والمستندات والفواتير لمده 5 سنوات. لمده كام سنه؟ 5 سنوات. طب الالتزام الثالث ان حضرتك ملزم ان انت تقدم اقرار ضريبي شهري. احنا اتفقنا ان حضرتك لازم في السنه تكون مقدم 12 اقرار كل شهر باقرار، حتى لو في شهر ما بعتش فيه او ما عملتش فيه اي خدمات لازم تقدم الاقرار ايه بتاعه. طيب ايه اللي بعد كده؟ ان حضرتك تحصل الضريبه وتوردها. توردها خلال قد ايه؟ اتفقنا ان انت بتقدم الاقرار يبقى قدامك شهرين من بعد شهر الاقرار حضرتك ملزم تورد فيه الايه؟ الضريبه. طب لو ما عدا شهر ابريل بيبقى قدامي بس شهر ونص عشان تقفيل الميزانيه. طب لو انا ما عملتش الالتزامات اللي عليا دهيت في عقوبات هتتوقع عليك بنص الايه؟ القانون. طب انا قدمت الاقرار وقلت ان الضريبه مثلا 10,000 جنيه، هل لما اروح لمصلحه الضرايب ممكن مصلحه الضرايب تقول لي لا؟ هو العبره ان الاقرار ده فعلا هو اللي على اساسه بتدفع الضريبه او بيتم عليك ربط الضريبه منه، وده عشان نحسن الثقه بينك كممول او مكلف وبين مصلحه الايه؟ الضرايب. طب هي المشكله بقى في ايه؟ المشكلة طب انا ممكن اقدم الاقرار ومصلحة الضرايب ما تاخدش بيه وتفرض عليا او تقدر ضريبة القيمة المضافة من نفسها؟ في حاجتين ممكن مصلحة الضرايب هي اللي من حقها تقدر الضريبة. لو حضرتك اتنازلت عن حقك وما قدمتش الاقرار في الميعاد بتاعه خلاص يبقى ساعتها من حق مصلحة الضرايب انها تقدر الضريبة. او ان حضرتك تقدم الضريبة تقدم الاقرار بتاعك ونبص على الاقرار كده نلاقي ان باين عليه في اخطاء او تلاعب من جانبك. ساعتها احنا كمصلحة ضرايب هنقدر عليك الضريبة من دماغنا وهنوقع كمان عليك العقوبات المنصوص عليها في القانون. طب ايه هي العقوبات المنصوص عليها في القانون؟ في عقوبتين. كم عقوبة؟ 2. اول عقوبة ان انت تدفع غرامة من 500 جنيه
الى 5000 جنيه، يعني ما تقلش عن 500 وما تعديش 5، بالاضافه ان انا برضه هدفعك الضريبه وهدفعك ضريبه الجدل وهدفعك كمان غرام التاخير لو ارتكبت بعض الاعمال اللي من وجهه نظر المصلحه يعتبر مخالفه، زي تتاخر في تقديم الاقرار او تتاخر في اداء الضريبه، تقدم بيانات خطا، ما تخطرش المصلحه باي تغيرات في البيانات، ما تمكنش موظف المصلحه من القيام بواجباته. دي اول عقوبه. العقوبة التانية بقى بعتبر حضرتك متهرب من الضريبة، وبوقع عليك عقوبة بالسجن من 3 سنوات إلى 5 سنوات، وبغرامة من 5 إلى 500 ألف جنيه، أو ممكن أوقع عليك واحدة من الاتنين دول، بالإضافة إن أنت برضو تدفع الضريبة وضريبة الجدول والضريبة الإضافية لو عملت جريمة التهرب. طب إيه من وجهة نظر المصلحة عد تهرب؟ إن حضرتك ما تجيش تسجل برغم إن أنت وصلت لحد التسجيل، تبيع دون إقرار وما تقدمش إقرار، تخصم ضريبة تحطها في جيبك دون وجه حق، تقدم مستندات مزورة، ما تصدرش فواتير وانت ايه بتبيع. صعبة؟ يبقى دي العقوبات اللي حضرتك كمكلف هيعاقبك بيها القانون لو انت عملت اي حاجة غلط. طب هل في جهات معفاة؟ يعني احنا اتفقنا ان في سلع معفاة اللي هي السلع اللي واردة في الملحق، هل في جهات ممكن تروح تشتري سلعة خاضعة وما تدفعش ضريبة القيمة المضافة؟ قال لك الاصل ان كله خاضع، لكن انا حدي اعفاء وهقيده بشروط معينه، الاعفاء ده نصيت عليه صراحه في القانون لبعض الجهات. لبعض الايه؟ الجهات. الاعفاء ده ورد في المواد من 23 حتى 29. طب مين الجهات المعفاه؟ قال لك السفارات والقنصليات بتاعت الدول الاخرى. اي سلعه عايزين يشتروها تمكنهم من اداء مهامهم، انا هقفلهم السلعه دي من ضريبه القيمه المضافه بشرط المعامله بالمثل. يعني برضو انا هناك سفارتي اللي بره يعملوها نفس المعامله. هعفي طبعا وزاره الدفاع والامن القومي على اي سلع لازمه لاغراض التسليح او اي خدمات عشان تقدر تصنعها. هعفي كمان جهاز الاداري للدوله ومعاهد البحث العلمي اللي بتقدم رساله تعليميه لو تحتاج اي سلع، كمبيوترات، شاشات، الكلام ده هعفيها لهم من القيمه الايه؟ المضافه. وفي برضه بعض الإعفاءات الأخرى زي العينات بتاعة المعامل الحكومية، الأشياء المجردة والأمتعة الشخصية للمسافرين، الناس دول هعفيهم من ضريبة القيمة المضافة. أنا بقى رابعا دي هي اللي تهمني، دي اللي فيها الجزء العملي كمان اللي حضرتك هتشتغل عليه في التمارين، إزاي تحسب ضريبة القيمة المضافة. أنا هنا هكلمك عن 5 أنواع من السلع: السلع المحلية، السلع المستوردة، الخدمات، سلع المناطق الحرة، السلع الرأسمالية. احنا النهارده في المحاضرة الأولانية هنغطي السلع المحلية، السلع المستوردة، هنغطي في المحاضرة بتاعت النهارده كمان الخدمات. يتبقى في المحاضرة الأخيرة سلع المناطق الحرة والسلع الرأسمالية. 1. السلع المحلية. هي ايه السلع المحلية؟ هي السلع التي يتم إنتاجها وتداولها داخل مصر، يعني الحاجات الميدن ايجيبت، وتعد الواقعة المشال للضريبة هي عملية البيع. يعني طول ما السلعة دي عند حضرتك عند البايع في المخزن ما عليهاش ضريبة قيمة مضافة. امتى تستحق ضريبة القيمة المضافة؟ لما يبدأ الراجل ده ايه؟ يبيعها. طب انا اتأكد منه ازاي ان هو باعها؟ قال لك بص، في 3 تصرفات، اي تصرف يحصل منهم الاول هتعتبر ان عملية البيع دي ايه؟ تمت. مين اللي نص على التصرفات دي؟ القانون. اول تصرف اصدار الفاتورة. يعني بمجرد ما حضرتك تصدر فاتورة حتى لو الراجل اللي انت بعت له ما استلمش او ما دفعلكش الفلوس، هنعتبر ان عملية البيع تمت ولازم تحصل ضريبة قيمة مضافة. يعني لو حضرتك طلعت فاتوره في شهر اكتوبر وسلمت الراجل السلعه في شهر ديسمبر، طب السلعه دي تسجل ضمن مبيعات ايه؟ قال لك لا، ضمن مبيعات اكتوبر. صعبه؟ طب التصرف الثاني، ممكن حضرتك تسلم الراجل السلعه وما تعملوش فاتوره او ما تاخدش جزء من ثمنها. قال لك خلاص، طالما السلعه تم تسليمها يبقى هعتبر ان عمليه البيع ايه؟ تمت. يعني لو انا سلمت الراجل سلعه في يناير وعملت له الفاتوره فين؟ في مارس، العملية دي تسجل امتى؟ في يناير، الحدث الأقرب. أو التصرف الثالث، إن الراجل ده يروح مأدي تمن السلعة سواء كان بعضه أو جزء، يعني جزء منه أو كله أو بالآجل، أيا كان، إن هو دفع جزء من تمن السلعة، هعتبر إن خلاص كده عملية البيع تمت حتى لو أنا ما سلمتلهوش أو ما طلعتلهوش فاتورة. طيب، أنا قصدي هنا بالبيع إيه؟ قال لك كل أنواع البيع، بيع نقدي، بيع آجل، بيع بالتقسيط، بيع مع التركيب، كل ده هتعتبره بيع. خلي بالك في عناصر ما تهمنيش في التمرين، زي الخصم النقدي، خصم الكمية، غرامة التأخير، فرق العملات، كل ده ما يفرقش معاك في حساب ضريبة القيمة المضافة.
طيب انا لو انا ببيع بقى سلعة محلية وعايز احسب ضريبة القيمة المضافة بتاعتها، هعمل كام خطوة؟ هتعمل حضرتك 4 خطوات بالترتيب. كام خطوة؟ 4 خطوات. احنا اتفقنا ان اي عملية بيع لابد ان يسبقها عملية شراء، يعني انا لو هبيع سلعة اكيد يا هكون شاري السلعة دي قبل كده، او هكون شاري المواد الخام بتاعتها وصنعتها وبعدين بعتها. ففي اي حال من الاحوال طالما بعمل عمليه شراء الاول، فالمشتريات دي بيبقى عليها ضريبه قيمه ايه؟ مضافه. فالاول لازم تشوف حضرتك سددت كام على المشتريات. دي عباره عن مشترياتك في 14%. اشمعنى 14%؟ ده سعر الضريبه. الخطوه الثانيه بدات تبيع، فلازم تحسب وعاء ضريبه القيمه المضافه على السلع المباعه محليا. وده عباره عن قيمه اللي انت بعته ناقص الخصم التجاري زائد لو في مصاريف نقل وتركيب او خدمات يتحملها المشتري، توصل لوعاء ضريبة الجدول. تزود عليه ضريبة الجدول واللي هي ب 8%، وده بيكون بس للسلع الاستفزازية اللي احنا اتفقنا عليهم. ايه هما؟ ثلاجات فوق 16 قدم، تلفزيونات فوق 32 بوصة، التكييفات. الخطوة رقم 3، حضرتك لما تيجي تبيع ادي الوعاء عندك، حصل ضريبة قيمة مضافة 14 ايه؟ في المية. الخطوة رقم 4، تورد كامل المصلحة. خد الضريبة اللي حضرتك حصلتها، اخصم منها الضريبة اللي حضرتك ايه؟ سددتها. ولو في عندك مردودات مبيعات، يعني انت كنت بعت وبعدين الراجل رجع لك تاني، ما هيرجع لك تمن السلعة ومعاهم الضريبة، يبقى اخصم الضريبة بتاعت الايه؟ المردودات. الرقم اللي هيتبقى ده اسمه ما يجب ايه؟ توريده. إذا طلع معاك الرقم ده موجب، حضرتك تاخد الرقم ده تورده لمين؟ للمصلحة. إذا طلع معاك الرقم ده سالت، ده معناه إن حضرتك تستحق لسه فلوس من مين؟ من مصلحة الضرايب. الخلاصة إن حضرتك الضريبة اللي أنت حصلتها مسموح لك وفقا للقانون تخصم منها حاجتين، اللي أنت سددته على مدخلاتك أو على مشترياتك، واللي أنت رجع لك لما الراجل رجع مردودات الإيه؟ المبيعات، وذلك لزوال واقعة البيع، ما بقاش خلاص فيه إيه؟ الرقم طلع معاك في النهاية ما يجب توريده موجب، ورد الرقم ده للمصلحة. طلع معاك الرقم سالب، ده معناه إن ده رصيد مستحق ليك لدى الإيه؟ نشوف تمرين. قام مصنع توشيبا بشراء مواد خام ب 300,000 جنيه استخدمناها في انتاج تلفزيونات 32 بوصه. انتجنا 120 تلفزيون، بعنا منهم 100 بمبلغ 6,000 جنيه وبخصم تجاري 10. المطلوب الضريبه التي يجب توريدها لمين؟ المصلحه. هتعمل الاربع خطوات. اول خطوه الضريبه المسدده على المواد الخام. حضرتك اشتريت بكام؟ ب 300,000، يبقى 300 في 14، يبقى حضرتك دفعت كام؟ 42. خطوة رقم 2، وعاء ضريبة القيمة المضافة على السلع المباعة محليا. حضرتك بعت ايه؟ حضرتك انتجت 120 بس ما بعتش غير 100، يبقى 100 جهاز في 6,000 جنيه اللي هو سعر الايه؟ البيع، يبقى 600,000 ناقص في خصم تجاري كام؟ 5%، يبقى 600 في 5% ب 30,000، يبقى صافي قيمة المبيعات 570. هل في مصاريف نقل؟ لا. يبقى وعاء ضريبة الجدول 570. هل في ضريبة جدول؟ أرجع للسلعة، السلعة هنا تلفزيونات بكام؟ 32 بوصة، دي مش سلعة استفزازية ولا حاجة، يبقى مفيش ضريبة إيه؟ جدول، يبقى وعاء ضريبة القيمة المضافة هو ال 570. يبقى حضرتك لما تبيع لازم تحصل مع مبيعاتك ضريبة قيمة مضافة، قدرها كام؟ 570 في 14% تعمل 79,800. طب ما يجب توريده للمصلحة، حضرتك حصلت 79,800، شيل منهم اللي حضرتك سددته ب 42,000، يتبقى 37,800، رقم ايه؟ موجب. خد وديه لمين؟ لمصلحه الضرايب. صعبه؟ نشوف تمرين تاني. قام مصنع كريازي بشراء مواد خام برضه بنفس الفكره 400,000، انتج بيها ثلاجات 20 قدم، انتج 50 ثلاجه، باع منها 20 بمبلغ 10,000 جنيه للثلاجه، ادى خصم تجاري 5%، مصاريف النقل 100 جنيه للثلاجه. المطلوب الضريبه التي يجب ايه؟ توريدها للمصلحه. هعمل برضه نفس الاربع ايه؟ خطوات. انا لما اشتريت المواد الخام، اشتريت المواد الخام بكام؟ ب 400، يبقى 400 في 14، يبقى انا دفعت 56,000 ضريبه قيمه مضافه. وعاء ضريبه القيمه المضافه، انا بعت كام ثلاجه؟ هتقول لي والله انا انتجت 50، هقول لك بس ما بعتش غير 20، يبقى 20 في 10,000 اللي هو ثمن البيع، يبقى 200,000 ناقص خصم تجاري كام؟ 5%، يبقى ال 200,000 في 5% يبقى 10,000، يبقى صافي قيمه المبيعات 190,000. حضرتك نقلت له الثلاجات ب 100 جنيه لايه؟ التلاجة تحملها مين؟ المشتري. يبقى تقول لي والله كانوا 20 تلاجة نقلتهم له ب 100، يبقى دي 2000 جنيه كمان. يبقى وعاء ضريبة الجدول 192,000. هل في ضريبة جدول ولا لا؟ ارجع للتلاجات. ده التلاجات 20 قدم،
يعني اكتر من كام؟ من 16. يبقى في ضريبة ايه؟ جدول. هاخد الوعاء ده اضربه في ضريبة الجدول اللي هي بكام؟ 8%، لانها سلعة ايه؟ استفزازية. تطلع 15360، اجمعهم اوصل لوعاء ضريبة القيمة المضافة. يبقى الضريبة المحصلة لما باجي ابيع الوعاء ده هوت في كام؟ في 14%. ما يجب توريده فين؟ للمصلحة. حضرتك حصلت 29، لكن لما كنت مسدد كنت مسدد كام؟ 56. يطلع الرقم بالسالب، هل تورد حاجة للمصلحة؟ أقول لك لا، لا تورد شيء، لأن ده رقم سالب، ده معناه إن ده رصيد للسالك مستحق لدى المصلحة. طب ليه في الرصيد مستحق؟ أنت أنتجت 50 ثلاجة، خلي بالك، ما بعتش غير كام؟ غير 20. الرصيد ده هتعوضه لما تبيع بقية ال 50 ثلاجة. طب وضريبة الجدول؟ لا، ضريبة الجدول لازم أن يتم توريدها لمين؟ للمصلحة. يبقى أنا مش هورد صحيح ضريبة قيمة مضافة، لكن هورد ضريبة جدول. صعبة؟ في بقى مشكلتين في السلع المحلية. طب لو أنا بعت بالتقسيط، هو إيه الفرق بين البيع العادي والبيع بالتقسيط؟ حضرتك لما بتبيع بالتقسيط بتحمل الراجل بفايدة. هل الفايدة دي تخش في الوعاء ولا ما تخشش؟ وأنا بحسب ضريبة القيمة المضافة. قال لك تخش في الوعاء، مش كل الفايدة. أمال إمتى بس اللي تخش؟ لو كانت تزيد عن سعر الائتمان المعلن أو سعر الخصم لدى البنك المركزي في تاريخ البيع. يعني لو أنا بقسط ب 10 والبنك المركزي قال لي السعر بتاع البنك المركزي 8، يبقى أنا في 2% إيه؟ زيادة. دول يخشوا فين؟ في الوعاء. لكن لو أنا بقسط ب 7 والبنك المركزي قايل لي كام؟ 8، يبقى مفيش حاجة تخش، أنا ملتزم بمعدل البنك الايه؟ المركزي. يبقى اللي بيخش في الوعاء بس الحته الايه؟ الزياده. تعال كده نشوف تمرين. قام احد التجار بشراء سلعه بمبلغ 200,000، باعها ب 500 مع فائده تقسيط 10% وخصم تجاري 5%، كان معدل الفائده لدى البنك المركزي 8، والمشتري قام برد الايه؟ البضاعه. المطلوب ما يجب ايه؟ توريده. نفس الاربع ايه؟ خطوات. الضريبه المسدده على المواد الخام، انا اشتريتها ب 200، دفعت عليها 14%، يبقى دفعت 28,000. طيب وعاء ضريبة القيمة المضافة على السلع المباعة، أنا بعت بكام؟ والله أنا السعر أنا مديهولك جاهز، أنت بايع ب 500. أدي بقى مكان فايدة التقسيط، هل تخش ولا ما تخشش بعد المبيعات على طول؟ هتقول لي والله هو أنا قسطت بكام؟ ب 10، البنك المركزي كان قايل لي كام؟ 8. أه ده في 2 زيادة، يبقى هاخد ال 500,000 أضربها في الفرق بين ال 10 والكام؟ وال 8، تطلع ب 10,000. يبقى اجمالي قيمة المبيعات كام؟ 510. هشيل منها الخصم التجاري اللي احنا اتفقنا عليه 5%، يبقى 25,500، يديني صافي قيمة المبيعات. أنا مش قايل لك لا مصاريف نقل ولا في ضريبة جدول، لأن أنا مش محدد لك نوع الإيه؟ السلع. يبقى أدي الوعاء. يبقى الضريبة المحصلة على المبيعات هتاخد الرقم ده أهوت تضربه في 14 إيه؟ في المية. يبقى حضرتك حصلت 67,800 وكام؟ و30. يبقى الضريبة المحصلة 67,830، وسبق حضرتك دفعت 28. بس هنا في التمرين في مردودات مبيعات. طب انا هجيب ازاي الضريبه بتاعت مردودات المبيعات؟ ما هو انت عندك الضريبه المحصله اهي، الضريبه المحصله دي على كل اللي انت بعته. اترد كام؟ الربع، يبقى اكيد اترد ربع الرقم ده هو كمان. يبقى 67,830 اكيد في 25% اللي هم ربع البضاعه اللي ايه؟ اللي رجعوا لي. يطلع ما يجب توريده للمصلحه 22,872. هذا المبلغ حضرتك تروح توديه لمصلحة الايه؟ الضرايب. دي كانت المشكلة الأولى، وهي بيع بالتقسيط. الفايدة تخش إمتى؟ لما تكون حضرتك بتقسط بأكتر من معدل البنك الايه؟ المركزي. يعني لو كنت أنا قايل لك هنا 7 معدل الفايدة بتاعتك، ما كنتش هتدخل أي حاجة فين؟ في التمرين، لأن أنت كنت هتعتبر إن أنا شغال أقل من البنك الايه؟ المركزي. المشكلة التانية، هو كل البيع لازم يكون لبيع للعملاء؟ قال لك القانون اعتبر عمليات اخرى تعد في عمليات البيع الحكمي. يعني انت ما بعتش لعميل بس انا اعتبرتها ايه؟ بيع. وهم الهدايا والاستخدام الخاص. تعال بقى هنا معايا، انا في بعض الحالات ما ب... انا راجل مثلا عندي محل، وباجي مثلا ببيع فيه تلاجات، بيجي مثلا عيد الام، فمراتي تقول لي اديني تلاجه اديها لامي هديه. طيب باخد انا التلاجه اديها لمراتي، مراتي ده تاخدها توديها لوالدتها، مين يدفع ضريبه القيمه المضافه؟ قال لك لا، خلي بالك، اي حاجه حضرتك هتستعملها بغرض الاستهلاك الشخصي ليك او في سبيل الهدايا دي لابد ان تسجل ضمن مبيعاتك، اعتبرها عمليه بيع عاديه، وتسجل ضمن المبيعات بسعر البيع.
طبعا حق الحكومة لازم يجي، حضرتك مش تهادي وتضيع عليها ضريبة القيمة الايه؟ المضافة. طب لو انا عندي سلعة بس ما هديتش بيها حد، امال عملت فيها ايه؟ استخدمتها في النشاط، يعني انا مثلا راجل ببيع تكييفات، المحل عندي حر شوية، قمت مركب فيه تكييف. قال لك برضه ده هيعتبره في حكم البيع، في حكم عملية الايه؟ البيع، لكن هتسجله بالتكلفة. يبقى حضرتك لو اديت هدايا او استخدمت استخدام خاص، ده هيعتبر بيع بالايه؟ بسعر البيع. لكن لو حضرتك هتستخدم استخدام خاص في النشاط، هعتبرها مبيعات بس هسجلها بالايه؟ بالتكلفة. نشوف تمرين كده. قام احد المنشآت بشراء مواد خام ب 550,000 جنيه، صنعت بيها 700 وحدة، بعت 300 للعملاء، 100 استخدمتها في النشاط الرئيسي، والباقي منحته هدايا. سعر البيع 120 والتكلفة 70. المطلوب يجب ايه؟ توريده. برضه هم الاربع ايه؟ خطوات. الضريبة المسددة على المواد الخام عبارة عن 50,000 في 14% تطلع بكام؟ ب 7,000. هنا بقى قيمة المبيعات، هنا هفرق. اللي أنا بعته للعملاء سجلته بسعر البيع، واللي أنا استخدمته استخدام خاص في النشاط سجلته بالتكلفة، واللي أنا اديته كهدايا سجلته برضه بسعر الإيه؟ البيع. يطلع الوعاء كله بكام؟ 79. طبعا مفيش مصاريف نقل ولا في إيه؟ ضريبة جدول. يبقى الضريبة المحصلة 79 في 14 11,060. يبقى حضرتك حصلت 11,060، كنت سبق مسدد كام؟ 7. ال 4,060 حضرتك تتكرم وتوردهم لمين؟ لمصلحة الطلبة. دي كانت السلع المحلية. النوع الثاني من السلع الايه؟ اللي هتفرض عليها ضريبة القيمة المضافة هي السلع المستوردة. طبعا عشان يبقى في تكافؤ بين السلع المحلية والسلع المستوردة، يبقى انا زي ما فرضت ضريبة على السلع المحلية، هفرض ضريبة على السلع المستوردة. طب هفرضها امتى؟ هفرضها عند الافراج الجمركي. يعني الراجل ده لو جاب السلعه من الجمارك مش هيقدر يدخلها من الجمارك لمصر الا لما يكون مسدد ضريبه القيمه الايه؟ المضافه. هتقولي طب هو كده تحمل عبء؟ هقول لك لا، ما هو هيبيع وبعد كده هيحصل من العملاء، يبقى يخصم اللي هو سدده والباقي يورده لمين؟ للمصلحه. لكن قبل ما تخش في مصر، الواقع المنشاه عند الجمرك، لازم يدفع ضريبه القيمه الايه؟ المضافه. هنا بقى عشان تحسب الوعاء بتاع ضريبة السلع المستوردة، حضرتك هتمشي 5 خطوات. أول خطوتين ده وأنت جايب السلعة من الخارج وعايز تدخلها داخل مصر. الخطوات 3 و4 و5 أنت حضرتك دخلتها وتبدأ تبيعها في السوق المحلي، فبعملها لك كسلعة محلية إيه؟ عادية. طب تعالى كده نشوف الخطوات. أول خطوة إن أنت لازم تحسب وعاء ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة. هتاخد قيمة السلعة في فاتورة الشحن، تشيل منها الخصم التجاري، توصل للقيمة في ميناء الشحن اللي احنا بنسميها قيمة فوب، نزود عليها مصاريف الشحن والتأمين، نوصل لقيمة اسمها قيمة سيف، نزود عليها مصاريف التفريغ لأن السلعة خلاص وصلت عندك في ميناء الوصول بس لسه على المركب، توصل إلى وعاء الضريبة الجمركية، تفرض عليها الضريبة الجمركية، تفرض عليها الرسوم والضرائب الأخرى، توصل لوعاء ضريبة الجدول، تفرض ضريبة الجدول لو سلعة استفزازية، توصل لوعاء ضريبة القيمة المضافة. إذا بص، عشان تجيب السلعة من الخارج دفعت كام حاجة؟ دفعت مصاريف تفريغ وشحن وضرايب وضرايب أخرى وضريبة إيه؟ كده. حضرتك بقى عشان ندخلها لك من الجمارك، هناخد الوعاء ده هو نضربه في 14% اللي هي ضريبة القيمة الإيه؟ المضافة. دول أول خطوتين عشان تجيب السلعة من الخارج تدخلها فين؟ مصر. دخلت السلعة مصر، هبدأ إيه؟ أبيعها. هتمشي نفس الخطوات العادية بتاعت السلع الايه؟ المحلية. هتشوف الوعاء اللي هو المبيعات ناقص الخصم ومصاريف التركيب ضريبة الجدول، بعدين تشوف حصلت كام على المبيعات، بعدين ما يجب توريده، نفس ال3 خطوات السابقين. نشوف تمرين كده. قام أحد المستوردين باستيراد 1000 جهاز تكييف بسعر 400 دولار، خصم 10%، بلغت مصاريف الشحن 4000 دولار. طبعا أنا هنا طالما بكلمك بالدولار لازم هديك حاجة اسمها سعر صرف الدولار الجمركي، اللي هو دايما كام؟ 16 جنيه. فاذا علمت ان المستورد قام ببيع كل الاجهزه بهامش ربح كام؟ 40%. الضريبه التي يجب توريدها فين؟ في المصلحه. هتقولي بقى همشي الوعاء واحده واحده. انا استوردت كام جهاز؟ 1000 جهاز. الجهاز ب 400 دولار في 16 اللي هو سعر الايه؟ الصرف. هشيل منها الخصم التجاري، الرقم ده هو ادفع 10% الخصم التجاري اهو. هتوصل لثمن السلعه في ميناء الشحن، هتزود مصاريف الشحن. حضرتك شحنت ب 40,000 دولار في 16 والتأمين 10,000 في كام؟ في 16. قيمة السلعة في ميناء الإيه؟ الوصول. هتزود مصاريف التفريغ،
قايل لك مصاريف التفريغ ب 20 جنيه، ب 20,000 جنيه، طبعا انا هنا اشتغلت بالجنيه اللي انت وصلت خلاص الحمد لله، هوصل لوعاء الضريبه الجمركيه. حفر الضريبه الجمركيه، انا قايل لك الضريبه الجمركيه ب 30%، 30% من الوعاء يبقى 6000، 6 مليون 580 في 30% يطلع مليون 974. هزود الضرائب والرسوم الاخرى، انا هنا مش مديك ضرائب ورسوم اخرى، هوصل لوعاء ضريبه الجدول. هل السلع عليها ضريبه جدول ولا لا؟ ارجع، اه ده انا هنا استوردت اجهزه تكييف، يبقى الاجهزه دي معلش عليها ضريبه جدول 8 ايه في المية. يبقى وعاء ضريبه القيمه المضافه 9 مليون. يبقى حضرتك قبل ما افرج لك عن السلعه هتدفع ضريبه قيمه مضافه قدرها كام؟ 14%. صعبه؟ حضرتك بقى خدت السلعه ابتديت ايه؟ تبيعها. انا قايل لك ان هو هيبيعها بهامش ربح قدره 40%. هي السلعه كانت ب 9 مليون، دي تكلفه السلعه في 140% في 100 في 100%، لان انت بعت السلعه ككل. لو انا قلت لك بعت الربع كنت هتضرب الرقم ده مثلا في 25، بعت النص هتخليها في 50 ايه في المية. مفيش خصم تجاري ولا في اي حاجه من الكلام ده ولا مصاريف نقل. يبقى وعاء ضريبه الايه، القيمه المضافه. هتاخد بقى الضريبه المحصله على المبيعات، هتقول لي والله ادي الوعاء في 14%، يبقى انا حصلت مليون 810. يبقى ما يجب توريده مليون 810، اللي هو الرقم اللي حضرتك حصلته، شيل منه الرقم اللي حضرتك سبق وسددته، يطلع لك رقم موجب، تروح توديه لمصلحه ايه، الضرايب. مثال تاني، قامت احدى الشركات باستيراد مواد خام ومستلزمات تصنيع، نفس الفكره ونفس الدباجه. المطلوب ان انا عايز حضرتك تحسب ما يجب ايه توريده. ركز بقى هنا معايا، همشي برضو اول الخمس خطوات اللي احنا قلنا عليهم. لما جبت السلعه انا هنا بادئ لك من اول القيمه سيف، يعني ما اديتكش قيمه السلعه ولا الخصم التجاري ولا مصاريف الشحن عشان اوفر عليك فين بيانات في التمرين. فقلت لك والله قيمه السلعه في ميناء الوصول 500,000 دولار. هتقول لي ماشي، 500,000 دولار في 16 اللي هو سعر صرف الدولار الجمركي، يبقى 8 مليون. هزود عليها مصاريف التفريغ 50,000 زائد الضريبه الجمركيه 50%، سهله ما فيهاش مشكله، زائد الضرايب والرسوم الاخرى ب 25,000 جنيه، انا برضه نصص لك عليها فين في التمرين، نوصل لوعاء ضريبه الجدول زائد ضريبه الجدول. ارجع بقى للتمرين، قام احد التجار باستيراد مواد خام ومستلزمات تصنيع تلفزيونات 52. هتقول لي اه ده هنا عليها ضريبه جدول لانها اكتر من 32 بوصه. هقول لك هو خلي بالك هنا ما استوردش تلفزيونات، ده هنا استورد مواد خام. تقول لا، الضريبه تفرض على السلعه مش على موادها الايه الخام. يبقى اذا السلعه دي ما عليهاش ضريبه ايه جدول لانها لسه مجرد مستلزمات انتاج. يبقى الضريبه المسدده مليون و300 في 14% تطلع مليون 820,000 جنيه. حضرتك عملت ايه بعد كده؟ اخدتهم صنعت بيهم 1500 تلفزيون، بعت منهم 1000 في السوق الايه المحلي بسعر 9000 وبخصم تجاري 10% وبمصاريف نقل 100,000 جنيه. هتعملها عادي كانها سلعه محليه. هتقولي والله هم 1000 جهاز في 9 في 9000 يبقى 900,000، اديته خصم 10% يبقى 900,000 جنيه، اسف، من 9 مليون، صافي قيمه المبيعات 8 مليون و100، هزود مصاريف النقل قلنا 100,000، يبقى وعاء ضريبه الجدول 8 مليون و200، هزود عليه ضريبه الجدول. هتقول لي ليه بقى زودت عليه ضريبه الجدول هنا؟ هقول لك لان احنا المره اللي فاتت عافيناه لانه ما كانش تلفزيونات، كان مواد خام، لكن هو خلاص صنع فبقت التلفزيونات تفرض عليها ضريبه الايه؟ الجدول. يطلع اهو الوعاء، يبقى الضريبه المحصله على المبيعات الرقم ده هو الوعاء في 14%. يبقى ما يجب توريده لمين؟ للمصلحه. هتاخد المحصل تشيل منه اللي سبق وحضرتك ايه سددته. طبعا الرقم طلع هنا ايه؟ سالب. تقول لا سالب، يبقى ده رصيد مستحق ما يتوردش حاجه للمصلحه، هورد لها بس ضريبه الايه؟ الجدول. هتقول لي طب ليه طلع الرصيد سالب هنا؟ لو بصيت على التمرين هتلاقي هو صنع 1500 تلفزيون، ما باعش منهم غير كام؟ غير 1000، فلسه ما يستردش كل الضرائب اللي هو دفعها الا لما يبيع كل ما تم ايه؟ انتاجه. تالت حاجه الضريبه على الخدمات. الخدمات دي اللي هي الخدمات اللي بتقدمها بعض المنشآت زي الفنادق، زي المستشفيات، زي شركات الايه؟ المحمول. حضرتك لما بتقعد في الكافيتيريا تطلب شاي وقهوه والكلام دوت، بتلاقي مع الفاتوره جاي لك ضريبه قيمه مضافه. لا قدر الله رحت مستشفى بتلاقي برضو مع الفاتوره ضريبه قيمه ايه؟ مضافه. يبقى اذا الراجل اللي مؤدي الخدمه هنا اللي هو زيه هعامله زيه زي البائع، ملزم انه يحصل ضريبه القيمه المضافه مع ثمن الخدمه. طب انت حضرتك تحسب الوعاء ازاي؟ اربع خطوات، نفس الاربع خطوات. تشوف هو لو اشترى مواد خام دفع عليها ضريبه قيمه مضافه قد ايه؟ هتقول لي الخدمه محتاجه مواد خام، هقول لك اه
انا قاعد في الكافيتيريا هو برضه بيشتري شاي، بيشتري سكر، بيشتري مياه غازيه، بيشتري حاجات كتير قوي برضه دي عليهم ضريبه قيمه ايه مضافه. تاني حاجه الوعاء، وعاء ضريبه القيمه المضافه على الخدمات. شوف كل الخدمات اللي هو بيقدمها بكام واجمع قيمتها. بس لازم تخلي بالك ساعات تمن الخدمات ده بيكون فيه رسوم بلديه وضريبه ملاهي، ما ينفعش ما يخشش معانا. يعني ساعات انت عارف انت في بعض الناس تخش السينما يقول لك تمن ده التذكره ضريبه ملاهي، تقول لي انا ماليش علاقه بلا اي ضرايب ولا برسوم اخرى، انا عايز تمن السلعه من غير اي ضرايب تانيه. لو في حاجه بتقدمها للعمال ما ينفعش تخش في الوعاء بتاع حضرتك ضمن الخدمه. ولو في حاجه بيستفاد بيها صاحب المنشاه، يعني مثلا واحد عنده قاعه افراح بيعمل فيها فرح لبنته، قال لك لا دي تسجل عادي ضمن الوعاء زي ما عاملنا الراجل اللي كان بيدي هدايا معامله انه باع، برضه نفس الفكره لو راجل بيقدم ايه خدمه. بعد ما احسب كل الخدمات اللي انا بقدمها قيمتها كام، ازود عليها حاجه اسمها مقابل خدمه 12%، اوصل لوعاء ضريبه القيمه المضافه. اشوف ايه بقى الضريبه المحصله عند اداء الخدمه، هاخد الوعاء ده اقوم ضربه في كام، في 14%. خطوه رقم 4 ما يجب توريده، ادي اللي حصلته وادي اللي سددته، الباقي ما يجب ايه توريده. تمرين اهو، يتكون فندق الشيراتون من عده طوابق بيقدم خدمه اسمها خدمه المبيت، بيقدم مطعم، بيقدم كمان صاله افراح، بيقدم كمان صاله العاب، وعنده ساونا، واشترى خضروات ب 100 ألف جنيه، واشترى مياه غازيه دفع عليها ضريبه قيمه مضافه كام؟ 100 ألف. تلاحظ انها في الخضار ما حطتلكش قصاد ضريبه قيمه مضافه، لان يعني انت لو تفتكر ان دي كانت ضمن السلع الايه المعفاه من ضمن ضريبه القيمه الايه المضافه. المطلوب حساب يجب توريده لمين؟ للمصلحه. اول حاجه الضريبه المسدده على المشتريات، والله حضرتك قلت لي ان هو اشترى مياه غازيه دفع عليهم كام؟ 10 آلاف، ودي معطى. تاني حاجه بقى وعاء ضريبه القيمه المضافه على الخدمات، هنا لازم تمسك كل خدمه وتحط ضريبه القيمه المضافه بتاعتها. اولا ايراد المبيت، انا قايل لك هنا ان هو عنده 50 حجره فردي و150 حجره زوجي، نسبه اشغالها 40 و70، وادي ايجار كل ايه كل ليله في الحجره الفرديه ب 400 جنيه، والحجره الزوجيه 500 جنيه، وضربت في 30 يوم لان الاقرار بيبقى ايه شهري. فهتقول لي والله يبقى 40% الحجرات الفرديه في 50 حجره في 400 جنيه في 30 يوم، 70% نسبه اشغال الحجرات الزوجيه في 150 حجره في 500 في 30 يوم، يطلع ايراد المبيت 1,815,000. ازود عليه ايرادات المطعم 300,000 جنيه، منها 30,000 وجبات للعمال. تقول لي لا معلش اسف لازم اطلع وجبات العمال بره الحسبه، يبقى 300 ناقص كام؟ 30، تطلع 270. كمان هتلاقيني في التمرين قايل لك ان ايرادات صاله الافراح ب 150، وهو اقام فرح بنته. تقول لي لا معلش فرح بنته لازم يتضاف، يبقى كان ايرادات صاله الافراح لازم تبقى 160، وعنده صاله العاب جابت له 30، وعنده ساونا جابت له 10، يبقى اجمالي ايراداته في الشهر 2,285,000، عليها مقابل خدمه قدره 12%، يعني 274,200، يبقى ده الوعاء بتاع ضريبه القيمه المضافه. خطوه رقم 3 هتاخد الوعاء تضربه في 14 ايه في الميه، يديك الضريبه اللي حضرتك هتحصلها مع الخدمات ده. يبقى ما يجب توريده حضرتك حصلت 358، سبق كان على المشتريات اللي هي المشروبات كان 10، يبقى الباقي ده ما يجب توريده لمصلحة الضرائب. بالتوفيق، معلش هي محاضرة طويلة شوية، بس الله يكون في عونكم وربنا يقويكم يا رب، وإن شاء الله خير وما تقلقوش من أي حاجة، إن شاء الله مطمئنين مطمئنين مطمئنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا جزيلا، وربنا يوفقكم يا رب، وربنا يحفظ مصر وشعبها إن شاء الله.